عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد حرف جديد، هنتعلم فيه صوته وشكله وطريقة كتابته وكلماته. ما هو حرف اليوم؟ حرف الشين. حرف الشين. صوته ش. صوته ش. اسمه شين. صوته ش. تعالوا نشوف شكل حرف الشين. ده شكل حرف الشين يا أصحابي. ليه شكل تاني؟ ليه شكل تاني، شكله هو منفصل وشكله هو متصل. يبقى ليه شكلين، شكله هو منفصل وشكله وهو متصل. تعالوا نشوف أصدقاء حرف الشين. أول صديق شين شجرة. شين شجرة. شين شمس. شين شمس. شين شمع. شين شمع. شين شراع. شين شراع. شين شباك. شين شباك. تعالوا نشوف حرف الشين مع الحركة القصيرة. شين فتحة شاء. شين فتحة شاء. شين كسرة شي. شين كسرة شي. شين ضمة شو. شين ضمة شو. شين سكون ش. شين سكون ش. تاني شا شي شو ش. تعالوا نشوف الحركات القصيرة مع أصدقاء حرف الشين. شا شجرة. شا شجرة. في كلمة شجرة حرف الشين عليه فتحة، بقول شا شجرة. شا شمس. شا شمس. في كلمة شمس حرف الشين عليه فتحة، بقول شا شمس. شا شمع. في كلمة شمع حرف الشين عليه فتحة، بقول شا شمع. شا شمع. شي شراع. شي شراع. في كلمة شراع حرف الشين تحتيها كسرة، بقول شي شراع. شو شباك. شو شباك. في كلمة شباك حرف الشين عليه ضمة، بقول شو شباك. شو شباك. وبكده نكون اتعرفنا على حرف الشين مع الأصدقاء والحركات القصيرة. طيب تعالوا نشوف اتجاه حرف الشين. حرف الشين هكتبه ازاي يا حلوين؟ نصف دائرة صغيرة، نصف دائرة صغيرة، نصف دائرة كبيرة هتتزحلق تحت السطر، وفوقيها تلات نقط، وفوقيها تلات نقط. تاني يا أصحابي، اتجاه حرف الشين. نصف دائرة صغيرة، نصف دائرة صغيرة، نصف دائرة كبيرة هتتزحلق تحت السطر، وفوقيها تلات نقط. وبكده نكون اتعرفنا على اتجاه حرف الشين. تعالوا نراجع مراجعة سريعة. خدنا ايه النهاردة؟ حرف الشين صوته ش. صوته ش. تعالوا نفتكر مع بعض أصدقاء حرف الشين. شا شجرة. شا شمس. شا شمع. شي شراع. شي شراع. شو شباك. شو شباك. وبكده نكون خلصنا مع بعض حرف الشين. إلى اللقاء مع حرف جديد.